استقبل صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك بقصر القضبية صباح اليوم. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تبذل الجهود وتسخر الإمكانيات لضمان استمرار المسيرة التنموية الشاملة، وتعكف على تحقيق المزيد من النمو في مختلف القطاعات بما يلبي تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وتلبي احتياجات المواطنين، مؤكدين سموهما العزم الأكيد على تحقيق المنجزات التي تدعم عجلة التنمية وتكفل تطور الخدمات الحكومية لتكون دائما على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة. وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد على ما توليه الحكومة من أهمية لرفع كفاءة وفاعلية الأداء في الجهاز الحكومي، والسعي المستمر لتحسين مستوى الخدمات الحكومية ورفع جودتها، والعمل على تكامل الجهود وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لدعم منظومة العمل الحكومي بما يكفل الارتقاء بمستوى الخدمات والأداء الحكومي بما يخدم مصلحة الوطن ويحقق تطلعات شعبه.